بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته ورأفته وبركته من الان والى الابد امين. كل عام وانتم طيبين. ابتدى شهر كياك. الشهر ده من اجمل واعمق القراءات الكنسيه في هذا الشهر، والكنيسه المرشده بالروح القدس وضعت لنا اناجيل في الاربعه ايام احد في شهر كياك عشان تجهز قلوبنا لميلاد المسيح، عشان نسبح ربنا ونمجده في ميلاده المجيد. في الحد الأول جابت لنا بشارة زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، وديتنا درس جميل جدا في إزاي الإنسان وهو منحصر في مشكلته زي زكريا في صمته، مش قادر يتكلم، مش قادر يسبح، لكن ربنا له قصد أكبر وأعلى وأسمى من أي حاجة تانية. في الحد الثاني الكنيسة بتكلمنا على بشارة الست العذراء بميلاد السيد المسيح له المجد، ودي حاجة يستحق أن احنا نسبح ربنا عليها ونمجده. في الأسبوع الثالث الحد الثالث بتيجي بقى زيارة الست العذراء لإليصابات، وهنا العذراء حملت المسيح في داخلها عشان تنطق وتسبح وتبشر بالمخلص. في الأحد الرابع يبقى هنا بنتكلم على ولادة يوحنا المعمدان، وهنا زكريا اتحلت مشكلته وانفتح لسانه وابتدى يسبح ويمجد ربنا على مجيء المسيح، على مجيء الخلاص. وبعد كده بتبقى الكنيسة جهزتنا وأعدتنا أن احنا نحتفل بعيد الميلاد، ميلاد المسيح، ميلاد الخلاص. النهاردة الأسبوع الأولاني من شهر كياك، وكنيسة بتكرم فيه أمنا القديسة العذراء مريم بتسبيح وتمجيد روحانية وتستعد لميلاد السيد المسيح. دار الحديث في إنجيل الأحد الأول عن بشارة زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. لما جت البشارة لزكريا الكاهن جات له وهو بيؤدي خدمته، ودي بتعلمنا درس جميل جدا ان احنا واحنا بنؤدي صلواتنا اليومية، واحنا بنؤدي واجباتنا الروحية اليومية في قراءة الانجيل او في خدمة القداس او في خدمة مدارس الاحد او في اي من مسؤولياتنا الروحية في الكنيسة، تأتي البشارة ويأتي الفرح ويأتي زيارات النعمة لينا. زكريا ما استوعبش البشارة، ده اللي حصل يعني، ان الملاك لما بشره بميلاد يوحنا ما استوعبش، قال له انا شيخ ومرأتي متقدمة في ايامها، يعني كبيرة في السن، فازاي هانجب اطفال في هذه السن المتأخرة. البشارة هي عبارة عن نقل خبر مفرح عن تدخل الله في التاريخ من اجل تدبير الخلاص. وهنا في الموقف النهاردة قدامنا ثلاث بشارات يعني اتحكمت في تاريخ خلاص الإنسان. أول بشارة لما ربنا بشر إبراهيم بميلاد إسحاق وقال له إن سارة تلد لك ابنا وتسميه إسحاق. تاني بشارة اللي احنا في النهاردة بنتكلم فيها اللي هي لما بشر زكريا الكاهن بميلاد يوحنا وبيقوله لا تخف يا زكريا، البطق قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. تالت بشارة اللي هي بشارة الست العذراء، الملاك لما بشرها وقال لها لا تخافي يا مريم وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. ربما كانت أمنية زكريا واليصابات إن هم ينجبوا ولد، وعشان كده الملاك بيقول له طلبتك قد سمعت. والحقيقة هما الاثنين زكريا وإليصابات كانوا برين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. الحقيقة البشارة هنا بيبشرهم أنهم هينجبوا ولد، ولكن الحقيقة هي كانت بشارة لكل الشعب المؤمن اللي بينتظر الخلاص، لأن يوحنا قام بدور كبير جدا في قصة الخلاص. وعشان كده الملاك بيقول لزكريا يكون لك فرح وابتهاج، كثيرون سيفرحون بولادتي.
وهنا الملاك بقى بيشرح لزكريا محتوى الرسالة اللي هيقدمها ابنه يوحنا. فكلمة يوحنا يعني رحمة الله أو حنان الله، والاسم في حد ذاته بيعلن لنا مجيء المسيح اللي هيجسد رحمة الله الآب. ففي شخص وأعماله ظهرت رحمة الله للشعب المنتظر الخلاص. وكانت عظمة يوحنا في رسالته اللي قدمها للشعب إن هو كان بيهدي كثيرين من بني إسرائيل للرب إلههم، وكان يسير بروح إيليا أمام الله، كان يصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، ويهيئ للرب شعبا مستعدا. عشان كده إحنا لازم يكون لنا هدف في رسالتنا، ونكرس من أجله حياتنا، ونركز جهودنا أن نحقق هذا الهدف. فشخصية يوحنا مثال يقتدى به، وإحنا نحتاج إلى أشخاص زي يوحنا لهم هدف في رسالتهم وفي حياتهم، ويقدموا شهادة حق، زي ما يوحنا وقف أمام هيرودس وقال له لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك. هنا الإيمان بيلعب دور. إبراهيم أبو الآباء خد وعد بأن نسله هيرس الأرض، فلما جه ربنا بيقول له أنك أنت نسلك هيرس الأرض، بيقول له طب إزاي صرت شيخا وزوجتي عاقرا؟ بس إبراهيم آمن، ولما آمن إبراهيم حسب له برا. أيوة تساءل، بيسأل ربنا كيف أعلم أني أرث الأرض، لكن تساؤله كان بإيمان، ما كانش بقلة إيمان، يعني لأنه رغم انقطاع الرجاء لكنه آمن بأنه سيصير أبا لأما كثيرة. ثقته المطلقة بقى في قدرة ربنا خلته يتخلى عن منطق البشر، وكان واثق أن ربنا هيفي بوعده، وده اللي خلاه أبا لأمم كثيرة، وكان أعظم نموذج للإيمان في العهد القديم. برضو بنشوف ومن القديسة العذراء مريم لما جالها الملاك وبيقول لها تحبلين وتلدين ابنا، فبتقول له كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا. برضو تساءلت، وتساؤلها كان للاستفسار، يعني مش موضوع شك، ولكن لأنه لم يحدث من قبل أن عذراء ولدت بدون زرع بشر، أمر ينافي الطبيعة، ولكنها لم تشك في قدرة الله. لكن الملاك وضح لها الأمر، شرح لها الأمر، تجاوب مع سؤالها وإداها الرد المقنع، ألا الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فالست العذراء على طول خضعت وأمنت وصدقت وقالت له أنا إيه خادمة الرب ليكن لي كقولك. عشان كده بشرت الملاك العذراء كشفت لينا جوهر الإيمان العميق في حياتها، فهي كان ليها إيمان بلا شك وبلا جدال. أما زكريا موضوع النهاردة، فجي الملاك بيقول له لا تخف يا زكريا، طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. فقال له، رد على الملاك وقال له كيف أعلم هذا، أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. هنا طريقة التفاعل مع الملاك، مع البشارة اللي قالها له الملاك، هي اللي يعني بتدينا الفرق بين ما حدث مع زكريا وبين ما حدث مع إبراهيم أبو الآباء. لأن هنا زكريا بيشك في بشارة الملاك، ولأنه اعتبر كلامه كلام بشري، ونظر إلى عقم زوجته، لم ينظر إلى قوة الله وإلى قوة الكلمة الفاعلة، وما سابش مجال للإيمان أنه هو يلعب دور في حياته، رغم أنه هو كاهن وخبير بالكتب المقدسة. ولم تكن معجزة ولادة أم يوحنا هي الأولى من نوعها في التاريخ، سبقتها معجزات كثيرة، زي مثلا إسحاق لما ولد من إبراهيم المسن ومن سارة العاقر، أو صموئيل لما ولد من حنة،
لكن المعجزة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية كلها هي معجزة ولادة السيد المسيح من عذراء وبدون زرع بشر. إيمان زكريا توقف عند الممارسات والشعائر التقوية، الحاجات اللي ولدت فيه التقوى، لكن لم تصل به إلى عمق الإيمان. ما كان ينقص إيمان زكريا هو الإيمان المنفتح على عمل الله وقدرته الفائقة، وده اللي بينقص كثيرين من الناس، أنهم بيؤمنوا بقدرة ربنا لكن في حدود معينة، يمارس الطقوس والشعائر وكل حاجة وفي تقوى وكل حاجة، لكن ليست هذه تعبر عن قوة الإيمان في حياة الإنسان. لذلك استحق زكريا أنه ياخد عقوبة، وقال له الملاك: ها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. صمت زكريا كان علامة للشعب عن حدوث رؤية والبشارة، ودعوة لزكريا وزوجته للشعب أن هو يعيشوا في تأمل وفي صمت وفي رجاء في تدخل الله وفي انتظار تحقيق المواعيد. والصمت دايما بيبقى وسيلة أن الإنسان يسمع صوت ربنا، يعني الإنسان لما يحتار به الأمر مفروض أن هو يصمت عشان يسمع صوت ربنا في قلبه، يتأمل في أسرار الله، والله يتدخل، والله يتكلم في صمت الإنسان. النقطة الجميلة هنا أن عدم إيمان زكريا لم يمنع محبة ربنا ورحمته أن هو يوفي بوعوده له. ناخد بالنا من الحتة دي، نختتم بها هذا الحديث، أن بشارة زكريا اليوم تدعونا أن نجدد إيماننا بأن وعد الله يتم لا محالة، بس في وقته في أوانه. احنا محتاجين إيمان زي إيمان إبراهيم وإيمان أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم، اللي بيه نسلم في طاعة كاملة لإرادة الله. لكن لو كان إيماننا زي زكريا هنحتاج بقى هزة عنيفة في حياتنا عشان نمتلئ بروح الإيمان ونثق في مواعيد الله لينا. يبارك الرب في حياتكم. لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.